لكم لهذا الوضع. بالأمس من كم شهر فاتت وانتم كنتم في بيوتكم مرتاحين واغنياء، السلطة بيدكم وبترولكم بيدكم، البترول توقف، حياتكم توقفت والمشاريع توقفت. من اللي وصلكم لهذا؟ عشان ايش؟ عشان يحكمكم؟ جتوا هذه العصابات اللي تشكلها الاستعمار، الخونة، عشان يجيبوا الاستعمار يشردوا شعبنا، يشردوا الشعب الليبي، فرغوها من السكان. اللي خلى الشعب الليبي في هذا الوضع، خلى النسوان الليبي في هذا الوضع، هذا هو اللي انقضوا عليه، انقضوا عليه. مغامرة لاستعباد الشعب الليبي، إذلال الشعب الليبي والسيطرة على قوت أولاد الليبيين اللي هو البترول، يبقى تحت السيطرة الأمريكية أو الفرنسية أو البريطانية. هذا هو اللي يطرح هذه الأيام. كل الشعب الليبي لازم يفهم من أقصاه إلى أقصاه هناك محاولة لافتكاك لقمة عيش أولادكم من فمهم، وهو البترول. ما عندكمش حاجة تعيشوا بها يا ليبيين إلا البترول. البترول تبغي أمريكا تسيطر عليه، وهي فرنسا وبريطانيا.